دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا اتفضلي يا ليندا شكرا هدير الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافه الموارد الماليه اللازمه لتجهيز مدينه شرم الشيخ على اعلى مستوى لاستضافه القمه العالميه للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانه مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعه اعمال اللجنه الوزاريه العليا للاعداد لاستضافه مصر للقمه. ووجه ايضا بزياده استخدامات الطاقه النظيفه بالمشروعات القوميه. واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللجنه الوزاريه عرضت اهم محاور قمه شرم الشيخ القادمه والنتائج المرجوه منها وكد تنسيق الجري في هذا الاطار مع الرئاسه البريطانيه الحاليه للمؤتمر. اعلن مجلس الوزراء ان الحكومه تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الاوكرانيين الذين انتهت فترات البرامج السياحيه لهم في مصر واوضح المجلس ان اوجه الدعم تتمثل في مد فتره اقامه السائحين الاوكرانيين الذين انتهت فتره اقامتهم في نفس الفنادق المقيمين فيها وتم تحمل تكلفه الاقامه واضاف المجلس انه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران واير كايرو لنقل السائحين الاوكرانيين الى دول الجوار الاوكراني على ان تتحمل الدوله تكلفه الرحلات الجويه كما اعلن مجلس الوزراء انه حتى الان تم نقل نحو اربعه الاف سائح اوكراني أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى عشر ألفا. ثمانمائه حاله واوضحت في بيانها اليومي انه تم تسجيل الف ومائه وثلاثه حاله جديده ثبتت ايجابيه تحليلها للفيروس ومتحوراته لافته الي وفاه عشر حالات جديده قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي انه تحدث هاتفيا مجددا مع نظيره الامريكي جو بايدن، وقال زلينسكي ان الاتصال جاء في اطار الحوار المستمر، مشيرا الى انه شهد بحث قضايا الامن والدعم المالي لاوكرانيا وتواصل العقوبات ضد روسيا، وذكر بيان للبيت الابيض ان الرئيس بايدن اشار خلال الاتصال الى ان ادارته تزيد من المساعدات الامنيه والانسانيه والاقتصاديه لاوكرانيا، عملوا عن كثب مع الكونغرس لضمان توفير تمويل اضافي أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الهيئة الوطنية لتطوير القضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع الفضاء الجوي عفوا قامت السبت باختبار اخر بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع وكانت بيونغ يانغ قد اجرت سبع تجارب علي اسلحه في يناير الماضي بينها اقوى صاروخ لها منذ 2017 قبل تعليق التجارب خلال دوره الالعاب الشتويه في بكين اعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه اعتبارا من اليوم الاحد ولمده ثلاثه ايام واوضح بيان للمجلس انه من ضمن الشروط الواجب توفرها في المرشح ان يكون عراقي المولد ومن ابوين عراقيين والا يقل عمره عن اربعين عاما وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق بالامس خلال جلسته الثالثه برئاسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي على فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهوريه اما رياضيا ففاز الاهلي على المريخ السوداني بثلاثه اهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل من الجوله الاولى بدور المجموعات لدور ابطال افريقيا وسجل ثلاثيه الاهلي محمد شريف بواقع هدفين في الدقيقتين الثانيه والرابعه والثلاثين ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطا في مرماه في الدقيقه السادسه والسبعين ويعد الفوز هو الاول للآلي في دور المجموعات ليرفع به رصيده الى اربع نقاط ويرتقي الى المركز الثاني في المجموعه وهو نفس رصيد المريخ الذي تراجع للمركز الثالث فيما يتصدر المجموعه سان داونز الجنوب افريقي برصيد سبع نقاط ويتديل ويت... ويتديلها الهلال السوداني بنقطه واحدة نهاية المنجزة الثامنة ناول استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل